واحد الصوره شي فيديو واحد الفيديو غادي نهضر على ديك الصوره الله يجازيكم بخير راه درت بوم في المغرب وكنت تعرفوا نتوما على متى نهضر. الصوره كالتالي ديال حاتم عمور مع المدام ديالو الله يشافيها مسكينه والله يشوف من حالها وترجع لوليداتها. الموضوع ماشي هو هذا الموضوع لدوك الناس اللي خداو دوك الصوره وكاتبين تحتها تعلموا الرجوله من حاتم عمور. واو فتحنا لكم بالله دابا حنا غادي نجلسوا اخويا ها حتى يجي حاتم عمور على من الرجوله. الو خويا اسحاق وين راك؟ واخا راني في المحطه لما يجي حاجه مع مورا قال لك راه عطاونا اليوم الدرس في الرجوله. اختي راه كاينين مغاربه مساكن اللي ماتوا باش يجيبوا القوت وباش تعيش مرتو وولادو. كاين بزاف كنعرفوهم بزاف ديال الناس وانت براسك تتعرفيهم جارك جيران كاين بزاف. كاين اللي كينوض مع الخمسة ديال الصباح الربعة الثلاثة يمشي مسكين يحيد البصلة نهار كامل ويرجع باش المرا ديالو تجلس في كرم الله وفي كاين اللي خرج مسكين يخدم وتخربز تضحى مسكين يخدم على مرته ووليداتو. كاينين بزاف هما الصور اللي خصك تبارطاجي ليا بارطاجي بارطاجي هاد الصور ديال واحد الناس قراو واوا بارطاجي ديال الصور ديال العمال في المغرب مساكن في الشركات كاين الكلاب كيعاملوهم. كنت خدام هنايا كنكتب مع الناس حنا يا رب العالي كدير 30 درجة حرارية يقول لك اوه لنظام اخويا غير شوية عليك سد ايس باوزا يا النهار قالوا لي عندك ايس باوزا الراس ديالي بتيضرني يا صاحبي شتني ايس باوزا شاري لك لا كلاص وعاطينك عليا دقيقة قال لك جلس 15 دقيقة باش تاكل الكلاص ديالك وتبرد باش ما تمرض لهمش في الشركة. نهار قلتها لشي ناس في الشركات ما تيقوش في المغرب خدام قالك واه بركة تغبخ علينا هاي واحد بغيتها تبيع راه المانيا هايك الو والله العظيم الاخوان الا كاين هادو هما الصور اللي خصو وصلو. اقسم بالله كنت في طنجة شفت الناس مساكن كي كيموضو كي كي العفو والله الا العفو ينوضو مساكن يتبرو يخدمو يضربو تمام وفي الاخر ما عندهمش اصاحبي واوا راي وا الصوره اللي خصك تبارطاجي يا الراس ديال الحمار عم كامل انت تيجي معلومه الشيخ التاكسا ها هو كما قالتك صاحبنا حتى نوض اصاحبي وانت اتق الله بزاف اصاحبي والله حتى بزاف بزاف ديال الصور اصاحبي السيد جايب معايا الأجنبية للبلاد المدام جلسنا في الطاو باش نركبو في مكناس هادي واخيلا شي عامين ولا ثلاث سنين يا رب العالي الأرضية كتبان وأنا جالس عليها في الألمان أو ماروكو أو زاشون أو ماروكو زاشون ركبت معاها فيها الطوبيس والله تحشمت بالله العظيم ما كنت تما من دخلو من إسبانيا كان داكشي نقي تواقي نقي أجي صاحبي الأرض كتبان قالت لي شنو هذا؟ قلت لها راه هذا راه الكليماتيزور هذا حتى هي الكليماتيزور والله يجزيكم بخير هذه هي الرجولة اللي خص تكون فيك انت ماشي تسنى تحت مع مورا يوريك الرجولة هذا ما الصور يا الراس ديال الحج يا الراس ديال يلا بطبوط اللي خصك تبارطاجي الصورة ديال نهار تمرض راه ما كانش اللي تعقل على دير امك هذه خصك تبارطاجي هذه الصورة اللي خصك تبارطاجي ليا يعني هنايا تسنى انت حاتي مع الموري عمك الرجولة خليونا الله يجزيكم بارطاجيو الصور الحقيقية للبلاد اللي راه عايشين فيها لا رياضة لا فن لا سياسة لا اقتصاد لا سياحة واوا كتيقولها واحد الزوزة تقول واوا تيقولك واوا ها الله يجزيك بخير.